أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين. من يوم الثلاثاء الماضي أي منذ يومين تقريبا إلى يوم 22 من هذا الشهر، هناك لقاء مهم جدا فيما بين مسؤولين مصريين يتحدثون على الاقتصاد المصري وأداء الاقتصاد المصري وكيف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أدى غرضه في الفترة الأخيرة. لقاءات مع محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، مع وزيرة الاستثمار ساحر نصر، بالإضافة أيضا إلى وزير المالية عمرو الجرحي، مع بعثة صندوق النقد الدولي في واشنطن تحت مسمى برنامج الربيع، أو الحديث حول كيف تبدو التحديات في الاقتصاديات العالمية. لذلك نحن في هذه اللحظات في هذا المؤتمر أو المحادثات في واشنطن نتحدث كيف تبدو التوقعات إذن من بعثة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، وأيضا أثر الموازنة الجديدة التي وضعت في البرلمان أو مجلس النواب المصري على تحسين الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، الذي شهد برنامجا إصلاحيا مهما ومؤشرات أشادت بها بعثة صندوق النقد الدولي في العامين الماليين العام الجاري والمقبل أيضا. نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار في الاستوديو. أهلا بك أستاذنا. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. لكن بعد مشاهد هذا التقرير الذي يتحدث حول هذا الموضوع نعود لكي نتحدث أكثر في تفاصيله وكيف تبدو أيضا التحديات التي تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي. مشاهد. توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري جاءت مؤكدة على أهمية خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية. صندوق النقد أشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري حقق 5.2% خلال العام المالي السابق، ما دفع الصندوق إلى رفع توقعاته للعام المالي المقبل، مؤكدا في أحدث تقاريره أن استمرار مصر في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي من شأنها دفع معدل النمو للوصول إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل، وهي النسبة التي جاءت مطابقة لمستهدف الحكومة المصرية. وتواجه مصر أحد أكبر التحديات الاقتصادية، والتي تتمثل في السيطرة على معدل التضخم السنوية وخفض معدل البطالة، إضافة إلى تحقيق فائض نقدي أولي بموازنة العام المالي المقبل. إلا أن مصر حققت نجاحا ملحوظا هذا اليوم، فبعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته خلال شهر يوليو الماضي عند 35%، بدأ ينحسر تدريجيا مع استقرار الأسعار ليسجل 13% بنهاية مارس الماضي، في دلالة واضحة على أن الخطوات الإصلاحية تسير في نصابها الصحيح، وهو ما يأتي بالتزامن مع استقرار في أسعار معظم السلع. وفي ركن أساسي من أركان الاقتصاد المصري لا يقل أهمية عن الأركان الاقتصادية الأخرى، تؤمن مصر بالقيمة الأساسية للشفافية المالية ودورها في تحسين أطر الإنفاق العام، حيث إن الشفافية ليست هدفا في حد ذاته، بل هي أداة مهمة لإشراك المواطنين وتعزيز المساءلة الاجتماعية من أجل تحسين الإنفاق العام ومستوى المعيشة. وتقترب مصر في عامها الرابع على التوالي من الصعود إلى الدرجة 41 بعد أن كانت في الدرجة 16 في خارطة الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإصلاحات والتحديات تمثلت في تبني مصر لعدد من أطر تعزيز الشفافية المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح للوصول بشكل أفضل لجميع فئات المجتمع لزيادة ثقة المواطنين، الأمر الذي يأتي إيمانا من الحكومة المصرية بأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويساهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. إذن هنا دائما وكالات التصنيف الائتماني العالمية تنظر نظرة مهمة، نظرة تفاؤلية في السنوات الأخيرة نحو الاقتصاد المصري ونحو برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي اتخذته الحكومة في الفترة الأخيرة. تصنيفات لمصر في وكالة موديز، فيتش، أيضا وكالة ستاندرد أند بورز، وهذه التصنيفات الائتمانية لمصر تساهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمحلي أيضا، وبالتالي في جذب مزيد من الاستثمارات الاقتصادية إلى مصر في الأونية الأخيرة، لأن صندوق النقد الدولي يناقش دائما هذه المعدلات الاقتصادية، معدلات النمو الاقتصادية في مصر، وبالتالي
ينصب على ذلك كيف تبدو في اللحظات الأخيرة أيضا من معرفة هذه المعدلات والمؤشرات من خلال التصنيفات الائتمانية المزيد من الاستثمارات، كيف تبدو الاستثمارات فيما يسمى الاستثمارات بخارج الصندوق أو الأفكار غير التقليدية أو الكلاسيكية؟ مرة أخرى ينضم إلينا في الاستوديو دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى أهلا بك، وهنا نتحدث حول في بداية الموضوع ما يسمى بلقاءات الربيع التي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي وتستمر إلى يوم 22 من هذا الشهر. هنا مشاركة مهمة جدا محافظ البنك المركزي طارق عامر، وزيرة الاستثمار صحة النصر، بالإضافة أيضا إلى وزير المالية. تورا كيف تبدو هنا النظرة في هذه المناقشات وما يهم مصر أيضا؟ لأن هناك حديث حول مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، العلاقات المحتدمة بينهما وخاصة في الناحية التجارية. مزبوط. لكن كيف تبدو هنا المناقشات الخاصة بالاقتصاد المصري؟ أنا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمة والأون تي في، واسمح لي أقول لك اللقاءات دي هامة جدا، بتنطلق في يعني وقت هام في الظروف الراهنة اللي احنا فيها. طبعا دي لقاءات دورية بيقوم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وطبعا معتاد ان بيحضر السادة الممثلين جزء منهم على المجموعة الاقتصادية لعرض البرامج اللي هي الإصلاحية او كيفية النهج اللي بتندهجه كل دولة على حدة. طبعا بتمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اكتر من 190 دولة، فبيكون في لقاء زاخم جدا بعرض رؤياهم للشأن الاقتصادي العالمي. تعلم حضرتك وكل مشاهدينك الكرام طبعا احنا الايام دي في تحدي كبير جدا. اولا الحمائية او الفرض الجمارك اللي بتفرضها امريكا على المنتجات الصينية. الصين ممكن تقوم بهذا المثل في العام اللي احنا فيه ده، نهايته خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي البريكست، وطبعا ده من الامور المعقدة جدا، فعلشان كده هتلاقي لها تداعيات سياسية بتنتقل. نأخذ اولا الموضوع اجراءات الحمائية من قبل الولايات المتحدة الامريكية. طبعا احنا عارفين ان هناك يعني عجز تجاري فيما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية. ترامب دائما يعني يعول على محاولة سد هذا العجز ولكنه لا يستطيع. صح. طبعا التجارة في الصين تجارة مستثمرة، تجارة متطلعة الى افاق ابعد، وبالتالي تخطو خطوات اقتصادية كبيرة ولا تلاحقها الولايات المتحدة الامريكية بالضرورة. بكل تأكيد، وخلي بالك ان في الحرب التجارية زي ما بتسمى ان اجلا او ان عاجلا هتقام ده في وجهة نظر. ليه؟ لان احنا شايفين ان الصين من اسبوع اطلقت العنان عن ان هتدعم طريق الحرير بمليار دولار لتمهيده لفتح اسواق عالمية تخوفا من مزيد من الاجراءات الحمائية من امريكا. وطبعا بينضم مع امريكا جزء كبير جدا من الاتحاد الاوروبي، وتخوف التشكيل الاقتصادي خلال الفترة القادمة هل هينعكس سلبا ام ايجابا على الاقتصاد العالمي. علشان كده بقول لحضرتك الاجتماع النهاردة اللي بيحصل في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي له طابع خاص. النهاردة المجموعة او مجلس ادارة الصندوق والبنك الدولي بيعولوا ان 2018 و2019 معدلات النمو ممكن لن تتغير العالمية، ولكن انعكاسها في بعض الدول هيكون ليها حظ وافر. على رأيهم او على نهجهم مصر ممكن تكون من الدول الافاضل داخل هذا النمو العالمي. ليه؟ لان مصر عندها لسه يعني خطوات او طريق من الاصلاح افضل، فعلشان كده هي جاذبة للاستثمارات كتير. اسمح لي بسرعة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لن يحضروا الممثلين الحكوميين فقط، بل بيحضروا المؤسسات الدولية، بيحضروا كثير من الاستثمارات العالمية، فبيكون الشرح وافي بشفافية أمام العالم، كل دولة على حدة إزاي بتعرض السياسة المالية والسياسة النقدية داخل هذا اللقاء الزاخم بالناس. طبعا زي ما قلت حضرتك يعني موضوعات الحمائية في إجراءات الجمارك، أكيد مصر هنا سوف تستفيد أو تأخذ طرف الخيط، وبالتالي يمكن أن يصب ذلك في مصلحتها، حتى لو أنك يعني ترى حربا اقتصادية شرسة ما بين تكتلات اقتصادية كبيرة. عايز أقول لحضرتك لا، إحنا الحمد لله استبقنا هذا الأمر، ورغم أن إحنا تقريبا عدم علمنا بهذا الزخم الكبير في الشأن الاقتصادي. لولا التحسن الكبير اللي إحنا انتهجناه من 3 سنين في الوضع الاقتصادي، وابتدينا نقلب الموازين من الميزان التجاري والعجز الكبير اللي إحنا فيه، لأن إحنا نكون النهاردة عندنا مزيد من الصناعة مزيد من النهاردة التحسن الاقتصادي، اعتقد ما كناش هنلاحق هذا الوقت.
يعني اقول لك بمنتهى البساطة خالص، احنا في 2016 في شهر 11 في نوفمبر عملنا تحريك سعر الصرف، او حررنا سعر الصرف، او اطلقنا يعني العرض والطلب لسعر الصرف. عارف حضرتك لولا هذا الامر ودخلنا على هذه الامور او المعقدات او التحديات العالمية كان الاسعار اختلفت على اللي انت بتشوفه دلوقتي. بمعنى ان انت هتكون هتشوف اضعاف مستويات الاسعار اللي انت بتشوفها. ليه؟ لان في ارتفاع كبير جدا النهارده في مستويات سعر برميل البترول، والنهارده عندك التضخم كان في نهج كبير جدا في الارتفاع مع خروج الاستثمارات. اعتقد ده كله في تشابكات كبيره جدا كان لازم تحل. لجأت مصر ان لازم تحرك سعر الصرف. لما حركته ابتدى النهارده يكون في استابيليتي شويه، استقرار جزئي لدى الاستثمارات، اللي بيقدر يخش بيقدر يخرج. فبقى عندنا يعني استقرار او سعر الصرف او تحريك سعر الصرف ده هذا جاء على هوى المستثمر. بالظبط، لان المستثمر كان يخاطر بان يكون مثلا سعر الدولار 8 جنيه او 9 جنيه او حتى وغير متوفر. يعني ممكن كان هيبقى فعلا سعره 8 جنيه 10 جنيه ولكن غير متوفر. غير متوفر ليس للمستثمر فقط بل للدولة كمان. ليه للدولة؟ لان الدولة بتدبر احتياجاتها من العملات الاجنبية لشراء السلع الاستراتيجية من الخارج. انت حضرتك عالم يعني كل مشاهدينك، نحن دولة مستوردة، استيرادك للبترول من الخارج بالعملة الاجنبية، للقمح نفس الحال، لاي نوع او الات او حتى السلاح كله بالعملة الاجنبية بالدولار. سريعا كده اديك لمحة. شوف لو ما حركناش احنا سعر الصرف ده في 2016، النهاردة دولة زي ايران بتلجأ ان هي بتغير سلة عملتها من الدولار لليورو تخوفا من الاجراءات العقوبية على انهار طبعا الريال الايراني بشكل كبير جدا. 45600 سعر الريال مقابل الدولار، فرقم مهول جدا ما شافوش. سريعا لمحه تانية على تركيا، نفس الحال، بتلاقي ان في انهيار في العمله الليره التركيه، وده اللي بيخليهم يندفعوا سريعا لاجراءات انتخابيه مبكره في شهر 6 القادم. سواء اجراءات رئاسيه او اجراءات برلمانيه. فانت بتشوف ان ليس يعني التداعيات في تحريك سعر الصرف ده ما بتبقاش تداعيات اقتصاديه بس، وتداعيات سياسيه ومجتمعيه، وبتلاقي ان في كثير من المجتمع للاسف بيتاثر تاثير كبير. فانت لما حسيت ان في مخاطر اقتصاديه على مصر سارعت بان يبقى عندك تحرير لسعر الصرف. مظبوط، علشان تجذب مزيد من المستثمرين. مظبوط، وفي نفس الوقت ايضا انت يعني قمت بعمل قانون استثمار الموحد الجديد. صح، واللي هنا الارباح اللي بيطلع بيها المستثمر كان صعب جدا يطلع بارباحه في الشركات او المصانع اللي بيستثمرها في مصر. هذا القانون اتاح لك كمستثمر اجنبي ان تخرج بهامش الربح. خلينا اصل انا لاي مستثمر عشان الناس بس ما تفتكرش ان قانون الاستثمار ده موضوع للمستثمر الاجنبي فقط، لا، والمحلي. بالظبط، هيئه الاستثمار فاتحه الباب على مصراعي للمستثمر المصري زيه زي الاجنبي او العربي او لاي حد كان. احنا بنسابق الزمن في كيفية دفع الاستثمار. الاستثمار المحلي ده من اولويات الدولة عشان تبقى كل مشاهدينا عارفين. ولكن صحيح احنا بتبقى الكلمات رنانة ان احنا عايزين استثمار اجنبي. طبعا احنا محتاجين الاستثمار اجنبي، لان انت عارف الاستثمار الاجنبي ده بيضيف عملة اجنبية داخل الدولة. تعال نبص كمان التداعيات لعمليات ان احنا استبقنا الحمد لله هذه الامور. عارف حضرتك ده كان ليه تأثير قد ايه؟ تأثيره في التحريك سعر الصرف ان حصل عندنا النهاردة زيادة في معدلات التشغيل. يعني البطالة قلت، يعني ابتدت في فرص عمل تتواجد. وهدي حضرتك مثلا، عارف 1% في معدل النمو ده لما بيزيد بيشغل قدامه 100,000 شخص. ده لان في زيادة في الشركات والمصانع. بالظبط، علشان ابتدى يتم، دي محتاجة عمالة كتير طبعا. وبقول لحضرتك 1% معدل نمو، يعني ما تسمع كده يقول لك مصر زادت 1% معدل نمو، يبقى الحكومة والدولة شغلت 100,000 واحد عمالة مباشرة. عارف حضرتك بقى بتخيل الواحد في العمالة المباشرة دي تقريبا بيشغل 5 غير مباشرة. يعني ال 100,000 دول هتلاقيهم مقابل ليهم في حوالي 500,000 واحد اشتغلوا غير مباشرين، يعني ما بيروحوش للتأمينات ولا ان هما يكونوا تحت المظلة التأمينية داخل الدولة. ده الاسراع بالنهج في العمل. طب هنا لما الموازنة العامة اللي الدولة طبعا والبرلمان يعني يوافق على هذه الموازنة اكيد ليها خطوات تستهدف طبعاً. اولا خفض معدل التضخم، طبعا خفض معدل التضخم من خلال التحدث او مناقشة كيف يبدو معدل هنا ارتفاع الاسعار، كيف يبدو ايضا في نفس الوقت في الجانب الاخر معدل الخدمات المقدمة ايضا. طب اسمح لي انا هقولك على نقطتين مهمين. الموازنة اللي احنا بتوضع دي فعلا موازنة كبيرة جدا، اول مرة مصر بتشهدها.
1400 مليار جنيه كويس، ولكن في استهدافات أخرى مهمة اللي هو تقليل العجز الكلي. العجز ده اللي هو الفرق ما بين الإيراد والمصروف. ابتدى يتحسن نسبيا. انت عندك مصروف أكثر من إيرادات. طبعا احنا عندنا المصروف في الواقع لغاية دلوقتي تقريبا 1400 مليار جنيه. الإيراد في التقريب لغاية وقتنا الحالي، لغاية ما تعتمد بقى الموازنة عشان نقول الكلام انه انتهى او يعني فعلا بيطب، في حدود 950 مليار. يعني انت عندك فجوة ما بين المصروفات والإيراد حوالي 500، عندك حوالي 400-450 مليار جنيه. طبعا الفجوة دي فجوة كبيرة بتضطر الحكومة والدولة تمولها من التمويل الداخلي والتمويل الخارجي اللي بنسميها القروض. وطبعا ده أمر مستعصي على أي حكومة تيجي إن هي ما تقدرش تهلل هذا الفجوة الكبيرة إلا طبعا ببرنامج لتحريك اللي هو زي ما بنسميه كده الإيرادات الأول. لازم نزود مستوى الإيرادات وندبر المصروفات. علشان كده الموازنة اللي بتعرض دلوقتي في البرلمان وحقته تاخد مشروع القانون لتعرض على سيادة الرئيس في قسمه في مايو القادم، اعتقد دي هتحتاج تدابير اقتصادية كبيرة جدا. مثال على ذلك دفع الاستثمار لازم يكون اكثر سرعة من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم يكون في هدف استراتيجي لدى الحكومة ولدى الدولة في محاربة التضخم. محاربة التضخم ده اللي هو بيئن منه كل الناس في ارتفاع مستويات الأسعار. عشان كده تلاقي حضرتك أول امبارح دولة رئيس الوزراء بيعالج كثير من في الاجتماعات ازاي يحافظ على مستويات الأسعار في موسم رمضان القادم وما تبقاش في إسراع. من خطوة تانية سريعا يمكن الناس ما خدتش بالها، ان في قانون لحماية المستهلك بيصاغ خلاص امبارح أو أول امبارح تم الاتفاق عليه لزيادة الحماية المجتمعية بالرقابة. النهاردة مش هتوصل الرقابة بالغرامة. انت خدت فترة كبيرة حقيقي، ويمكن ده موجود في الدول العالم المختلف وخاصة الرأسمالية، ولو كانت اقتصادها قوي هو مسألة العرض والطلب على السلع. صح، هو قد تنجح في بعض الدول لكن قد تفشل في دول اخرى، زي تجارب احنا مثلا موجودها في الاستثمار من الصين، قد تنجح في الصين لكن قد لا تنجح في مصر بكل تأكيد بحسب المناخ وبحسب الإقبال وبحسب التسويق أيضا. صح، يعني مسألة العرض والطلب هل لم تنجح في مصر خلينا على أرض الواقع، وبالتالي ده أدى إلى ارتفاع الأسعار في بعض الفترات؟ شوف اسمح لي، ولا الرقابة مع العرض والطلب ممكن أن تؤدي إلى نتائج أكثر للمواطن؟ شوف أنا هقول لك على نقطة مهمة، أنا هأيد حضرتك تأييد شام يعني بكل الكلام دقيق في عملية مجتمعاتنا بتختلف. المجتمع المصري بيختلف عن المجتمعات الخارجية، لكن عندنا نحن وعندنا مزيد من الاستغلال، بيلاحظ ساعات الفساد بيزداد في بعض من الأمور. عندك سلسلة وحلقات طبعا كلما زادت، لا ده الراجل بينقل زود عليا، البنك يقول لك لا التاجر الاساسي زود عليا، وانا هديك مثال واحد، يقول لك لا ده انا السماد وغيره وغيره من التكلفة. هديك مثل واحد وده اشهر مثل، للاسف الاعلام هو اللي اخده واطرق باقي الامور وطبعا اختفى بعد كده. اسعار الدواجن، لما ابتدت الدواجن اسعارها تتراجع تراجع كبير وبقى يتم عرضها في الشوارع، للاسف كل الدنيا هجمت مين؟ الدولة. ولما الدولة وفرت هذه السلعة في الشوارع وابتدى يحصل عليها إقبال، بقى التجار والمستوردين يهاجموا الحكومة وبقى صوتهم عالي. بقى النهاردة لو في سلعة ابتدى يتم تخفيضها ما بتلاقيش الصدى الكبير من الإعلام لتحريكها للمواطن. فعلشان كده في مجهود كبير، في مجهود كبير لازم الإعلام يركز ويدي إضاءة كاملة على بعض من السلع اللي بيتم مراجعتها أو يعني تراجع مستوياتها. أعتقد ده أمر هام بالنسبة لي. سريعا أقول لحضرتك على تأييدي الحديث، خلي بالنا ان احنا عندنا هنا الفترة الكبيرة اللي جت من 2011 عشان تصححها تاني وترجع الامور لنصابها، اعتقد اخذ مجهود كبير من السيد الرئيس ومن الاجهزة المعنية اللي هي اعادة تاني استقرار المؤسسات الدولة. صحيح. النهاردة عشان تثبت اركان الدولة لازم المؤسسات تكون فعلا بقيادة وريادة في تنفيذها. مثال، انت حضرتك عارف ان مؤسسات الشرطة كانت محتاجة دعم كبير. اتنين، عندك الاجهزة المعنية سواء بقى قضاء او تنفيذية او ما شابه لذلك. النهاردة في احكام كثيرة ما تتطبقش ليه؟ تخوفا من عمليات الارهاب. ده للأسف لما جت من 2011 اثرت تأثير كبير جدا على مجريات الدولة. الحمد لله اعادنا تاني صياغته واركانه، تقدر الدولة تسير بعافية في تطبيق الموازنة الجديدة اللي احنا بنتكلم عنها. يعني اذا التحديات تواجه الاقتصاد المصري، في نفس الوقت احنا بنتكلم على اصلاحات
تحاول أن توازن بين هذه التحديات صح. وتحقق استقرار أكثر للسلع. الموازنة العامة للدولة كيف أنها تبدو في الإطار المهم لها الصحيح على الناحية الاقتصادية في أنها تخفض معدل التضخم وترفع نسبة الاحتياطي وتحقق أيضا مزيد من انخفاض في السلع. بعد فاصل نعود لكي نستكمل معكم هذا الحوار حول الاقتصاد المصري وكيف يبدو في هذه اللحظات وفي المستقبل أيضا مع الدكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار. تنتظرونا. أهلا بكم من جديد. إذن هو زخم اقتصادي مصري، تحديات على أرض الواقع تواجه الاقتصاد المصري. في نفس الوقت أيضا على الجانب الآخر هناك برنامج إصلاحي اقتصادي مصري يحاول أن يدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام قدما من خلال مزيد من الاستثمارات، من خلال برامج الإصلاح الاقتصادية، من خلال أيضا ضخ الموازنة العامة للدولة للعام القادم والأعوام المستقبلية أيضا، في ظل تحركات من المسؤولين عن ملف الاقتصاد والاستثمار وخاصة فيما يسمى باجتماعات الربيع التي تعقد في هذه اللحظات في واشنطن بحضور محافظ البنك المركزي، وزيرة الاستثمار، وزير المالية، للتحدث حول تجارب اقتصادية لدول عدة نجحت وكيف يمكن أن تأخذ مثل هذه التجارب. مرة أخرى مع ضيف الاستوديو الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار. يعني نود أن نتحدث قبل أن ننتقل إلى موضوعات مهمة أيضا حول يعني اتفاقيات أو محادثات أو لقاءات الربيع التي تتم في واشنطن بحضور المسؤولين الاقتصاديين على مستوى العالم وبحضور 3 من المسؤولين الاقتصاديين المهمين ومعهم المساعدين أيضا، لأن هذه المناقشات سوف تتحدث مثلا حول كيف يمكن القضاء على الفقر، كيف يمكن الحد من البطالة، حتى أيضا تمكين المرأة لأن لها دور كبير جدا في الاقتصاد. كيف يمكن أن تستفيد مصر دكتور مصطفى من هذه اللقاءات والاتفاقيات؟ احنا شوف حضرتك دائما ما بتكون لقاءات اللي هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتشمل عدد من القضايا التي تهم العالم اجمع. وطبعا ما اهم هذه الايام من ان يكون في تحدي كبير زي تحديات الفقر او اللاجئين او النهاردة الاحداث السياسية اللي بتحصل في مجريات العالم. النهاردة بتتكلم على ازاي يكون في زيادة في معدلات النمو، ازاي النهاردة الاجراءات التجارية والحمائية اللي بنتكلم عنها النهاردة تكون سبيل في دفع كثير من الدول للتحرك. تمام. يعني هم في صندوق النقد الدولي النهاردة لما مصر هتعرض تجربتها وبيتحدث عنها وزير المالية والدكتورة سحر نصر والأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي، بيعرضوا ازاي السياسات المالية اللي احنا اتخذناها، ابتدينا ازاي نطبق الضرائب وابتدت ازاي تشمل زيادة في الإيرادات داخل الموازنة العامة للدولة، ابتدى يأثر ازاي النهاردة في تراجع سعر الفايدة. وأكيد حضرتك تعلم وكل المشاهدين أن أسعار الفايدة ابتدت تتراجع، كنا 20% ابتدينا وصلنا ل 17، دي الخطوة الثانية أو الخطوة التالية، ثم الخطوة الثالثة اللي هي الأهم دلوقتي احنا بنتكلم على سعر الفايدة داخل البنوك هتقدر بأقل من 16%. النهج اللي احنا أو اللي هو التخطيط، يعني هل تخفيض سعر الفايدة هنا يجعل المستثمر يستثمر أمواله خارج البنوك مظبوط وبالتالي يحقق ارباح اكثر؟ مظبوط. بس هذا سوف يؤثر ايضا على البنك نفسه في انه كان في الفتره الماضيه كان يضخ اموالا اكثر من خلال رفعه لسعر الفائده. لا، كان بياخد اموال اكثر والدوله هي اللي بتتحمل هذا العبء. ليه؟ لان كان الدوله في احتياج لدعم جزء كبير جدا من السياسه الماليه والسياسه النقديه في ان هي بتحد من السيوله في ايد المجتمع. ازاي؟ فانها كانت بترفع السعر الفايده فتحجم السيوله عن ايد الناس. وطبعا ده امر كان من الامور الهامه. دلوقتي طالما توفرت السيوله فبقى يحصل العكس، النهارده بنخفض سعر الفايده علشان نزيد الاموال في ايدين المستثمر. البنك النهارده لما هيخرج الاموال دي للمستثمر هيحصل منه على فايده. ولكن مش ليس الهدف هذا الاساس، ولكن الهدف ان يكون في تشغيل ويخرجك كقروض. طبعا ويحصل على فائده. المصنع نفسه المستثمر هيشغل برضو عماله. مظبوط. وهيشغل مصانع. مظبوط. وهيدفع كهرباء وهيدفع ميه وهيبتدي في انتاج ويبتدي يصدر فيحصل على عملة خارجية، عملة أجنبية، العملة دي في الخارج هيفتح ليها أسواق. النهاردة ده كله هيكون ليه مردود على المجتمع المصري. خلي بالنا نقطة مهمة، الهدف دايما في الاقتصاد ما بيبقاش هدف واحد الحكومة بتستهدفه، يعني ما بيبقاش في استهداف ان احنا نرفع الفايدة او نخفضها، لا، فقط
وما هي النتائج المترتبة على هذا الأمر؟ يعني احنا النهاردة لما رفعنا سعر الفايدة كنا شايفين ان معدلات التضخم هتبقى كبيرة جدا، وصلت ل 35% اللي احنا بنسميها القوة الشرائية. فطبعا ده كان هيؤدي للأسف لإيه؟ لمزيد من عرض الأموال داخل المجتمع وندرة الإيه؟ عرض السلع. طبعا ده انحصر تدريجيا طبعًا مع استقرار الأسعار في نفس الوقت، لأن هو يمكن معدل التضخم زي ما قلت حضرتك النسبة دي 35% كان في شهر يوليو الماضي، العام الماضي، وده كان أعلى معدل. بالظبط، النهارده احنا بنتكلم في حدود ال 14% في شهر مارس الماضي، وطبعا ده مقارنة بالأعوام والشهور السابقة ده أفضل وضع، ولكن عشان تبقى وصل لتأثيره من الشريحة العليا اللي هي القياس، يعني من القياس من البنك المركزي والجهاز الجهاز المركزي تعبينه حتى يصل للمجتمع للعامة اللي زينا اللي هو بيشتري السلع قدام وقت. ليه؟ لأن الحساب طبعا حساب إجمالي، يعني الأجهزة دي بتحسب على أسعار إجمالية، ولكن في أرض الواقع اللي هو المستورد أو اللي هو البائع الأخير ونحن كمستهلكين آخر لسه قدامنا وقت، يعني لما نلتمس انخفاض الأسعار اللي هي تكون في متناول مستويات الدخل. علشان كده بتلاقي النهارده في تغير كبير جدا في ان الدوله بتستهدف عرض مزيد من السلع اللي هي تخفض بيها فعلا معدلات التضخم. صحيح. طب هنا حضرتك لما تتكلم على ازاي بقى عندنا حزمه، بتكلم على الهدف جذب الاستثمارات، مظبوط، وخفض العجز في الموازنه، انخفاض معدل التضخم، ازاي بقى عندنا حزمه هنا مهمه من الاصلاحات التشريعيه على الجانب الاول، حزمه من اجراءات متعلقة ب يعني مرونة للمستهلك نفسه أو الذي يقيم المصنع، تخصيص الأراضي، تحديد جهة واحدة للإشراف على الأراضي أو الإجراءات، إصدار قانون للتراخيص الصناعية، وده كله هيسهل على المستثمر وخاصة الأجنبي أن يقيم مشروعاته بعيدا عن الروتين والبيروقراطية. ده صحيح، ولكن خليني أقول لك بقى أو أتعشى من أنتوا حتى تتبنى هذا أن ده ليس يعني زي ما بيسموه كده الرؤية العامة للدولة، ولكن ده الرؤية العامة للحكومة وللسيد الرئيس. السيد الرئيس بيقول اهتمام كبير بأن يكون في دفعة كبيرة للاستثمار، علشان كده أي حد بيشاهد دائما اللي هي اللقاءات اللي بيقوم بها السيد الرئيس بيقابل أي مستثمر لأي شركة داخلة للاستثمار في مصر، بيديله أولوية في الاهتمام أن هو يكون مهيئ له البيئة المجتمعية كلها في مقابلته. وطبعا على الجانب الآخر بتلاقي كثير من اللي هم الوزراء والمعنيين. ولكن تعال بص بقى للسادة بعض من المحافظات، تعال بص النهاردة للمجتمع العامة ازاي نقابل هذا الاستثمار، لازم تبقى رؤيتنا هو ده الدفع. هم يعني في الفترة الأخيرة يعني عملوا على إعداد خريطة صناعية استثمارية، مظبوط، والخريطة دي بتشمل جميع فرص الصناعات المتاحة في المحافظات المصرية واطلاقها ايضا. ده يعني ده مهم جدا، وحتى كمان دكتور مصطفى بعد اذنك بيركزوا على اربع قطاعات صناعية رئيسية اللي هي غير تقليدية التي يمكن ان تجذب المستثمرين وتأتي بربح اكثر، زي مثلا الكيماويات، الصناعات الهندسية النسيجية، صناعات مواد البناء. الاربعة اللي انت قلتهم دول كانوا محتاجين ايه عشان يبتدوا يقوموا؟ عارف ايه؟ الامن مدخل الغاز. علشان كده انا كنت طبعا علشان كده هقول لك بسرعه، لانها صناعات كثيفه الاستخدام استهلاك بالظبط. علشان كده انا بقول لحضرتك بتلاقي ان السيد الرئيس بيولي اهتمام، ولكن في كثير من الناس حقيقه تولي اهتمام بايه؟ ان يكون في كثير الاجتماعات، في كثير عرض الرؤيه الواضحه لمصر خلال الفتره القادمه، الخارجيه، السفارات في الخارج، ازاي تدفع المستثمرين في العالم كله انه يكون لهم وضع داخل مصر. كل الخريطه الاستثماريه التي وضعت امام اعين الناس، وهي طبعا موجوده على الانترنت واي حد يقدر يشوفها دلوقتي ويقدر يبعت بيها ويراسل بيها الخارج، اعتقد ده كان بنيت على مجهود كبير. مثال ان احنا هيئنا مصر النهارده بقت ركيزه اساسيه في الوطن العربي وفي افريقيا في انتاج الكهرباء، وعلى الجانب الاخر في انتاج الغاز، وعلى الجانب الاخر كمان في انتاج المعرفه والقوانين والبيئه التشريعيه. اعتقد كل هذه الامور. يا دكتور يعني احنا كنا بنتكلم على اجتماعات الربيع، والدكتوره صحة النصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي تشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن، ويلقي الان دكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي كلمه في هذه الاجتماعات، نتابع معكم. Around the world. Having said that, this is just a kind of an introduction. هذا فقط نوع من المقدمة التي قد تتغير مع التغييرات السريعة في المعرفة، ومع اختتام كلمتي
أود الآن أن أقدم أحد القادة الذي كان له دور كبير في تحديد الأهداف المستدامة، وهو السكرتير السابق للأمم المتحدة، وهي الآن مسؤولة عن تنسيق التطور العالمي، مجموعة التطور العالمي، وهي تعمل كنائب للسكرتير العام، ولها خبرة كبيرة في بلدها حيث حققت العديد من الأشياء، وتحاول أن تبني على كل هذا من فوائد وتضيف العديد إلى وطنها وإلى المستوى العالمي على المستوى الاقتصادي والمستوى البيئي. السيدة أمينة محمد، نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة السابقة. شكرا سيد محمود، دكتور محمود، والسادة الزملاء. أراك الكثير من الزملاء في الحضور، يسعدني وجودي معكم هنا اليوم، وخاصة للسيدة كلير، لأننا كنا سويا في كل المجهودات السابقة. وأود أيضا أشكر الدكتور محمود، وسعيدة بوجود سيد فاسكيز كأحد الناس الذين هم في طريقهم للانقراض في هذا العالم. هذا هو الموضوع الحالي حتى يتم إنجاز المهمة. منذ 4 أعوام عندما بدأنا في البحث عن الحاجة الملحة للمعلومات وأسلوب جمعها، وقد أصدرنا العديد من الإصدارات في بحثنا هذا، وأرجو أن تصبروا معي فيما سأقوله في كلمتي. هناك العديد من الجهود التي تم بذلها، ولكن لا يزال أيضا المجهودات مطلوبة بالإضافة إلى ما سبق. وأود هنا أن أقول أن العديد من الدول عملت معا لكي تجمع كل البيانات المختلفة، سواء على المسح المعلوماتي أو مستويات أخرى، وهناك صعوبات في إقناع الجهات الحكومية وفوقها البرلمان وبأي برامج جديدة أو مستجدة في جمع المعلومات، وخاصة في الدول النامية. كما أن البنية الأساسية لجمع المعلومات هي التي تهدف إلى تتبع التنمية والنمو. هنا أعتقد أننا نرى التكاليف المتعلقة بهذا والأساليب البطيئة، والتي أعتقد أن الدكتور محمود تحدث عنها، وكيف يمكن للسوق العالمية أن تستوعب هذه الخطط الاستثمارية الكبيرة في مجال جمع المعلومات. المعلومات الإدارية أيضا تطورت كثيرا، والقدرات الفنية أيضا والتحاليل الفنية استمرت في حاجتها إلى إعادة التمويل، وهناك أهداف كانت لدينا عام 2016 كانت لا تتعلق فقط بسيادة القانون، ولكنها تتعلق بأشياء أخرى كثيرة. نحن الآن نرى تطورا كبيرا في التكنولوجيا، وتطورا كبيرا في جمع المعلومات وإدارة المعلومات، سواء من خلال القمر الصناعي أو الأجهزة اللاسلكية. وأعتقد أن كل هذا سيكون من خلال جعل الناس قادرين على استخدام هذه التكنولوجيا إدارة المعلومات وجمعها، كما أن هذه التكنولوجيا تساعدنا في تحديد الأماكن التي تتواجد فيها أمراض متوطنة وكيفية معاملتها، إضافة إلى التعامل مع الكوارث البيئية في جميع أنحاء العالم والتي يعاني منها الكثيرين. أما في المناطق الريفية حيث يكون هناك قليل من الناس يستطيع الوصول إلى الإنترنت، كان لابد من إيجاد وسائل
وسيلة لإيصال المعلومات إليهما، إن أسلوب إدارة المعلومات سيتيح لنا إمكانية تطوير القدرات لفعلك. إذا أراد كان هذا ما يعبر الحدود منها، إن هناك العديد من إن إدارة المعلومات الكبيرة لها علاقة بأسلوب إدارة الأمور البيئية. نحن متأخرون من السياق لأن لا يمكن أن يوفر لنا كل هذه البيانات، وخاصة أنه إذن كانت هذه هي كلمة السيدة أمينة محمد نائب سكرتيرة عام الأمم المتحدة التي تتحدث منذ قليل في ما يسمى باجتماعات الربيع للاقتصاديين على مستوى العالم، وتتحدث حول أنه يجب الآن البحث عن حاجة إلى المعلومات الدقيقة على مستوى العالم أيضا، وخاصة في مجال التبادل الاقتصادي، محاولة أيضا مهمة لإيجاد وسيلة للتبادل المعلومات فيما يعانون من نقص المعلومات وعدم وجود وسائل تكنولوجيا حديثة. قبل أن أتحدث أيضا الدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي، هذه الاجتماعات المهمة في واشنطن تعقد بحضور جانب مصري مهم، رفيع المستوى الاقتصادي محافظ البنك المركزي طارق عامر، وزير الاستثمار سحر نصر، وأيضا وزير المالية عمرو الجارحي، ومعهم المساعدين الخاصين بهذه الموضوعات، وتناقش موضوعات مهمة منها الأفق الاقتصادية العالمية، معالجة الفقر، الحد من البطالة، تمكين المرأة أيضا. يمكن أن تستفيد مصر أيضا في هذه المباحثات أو اللقاءات أو الاجتماعات من خلال ما يسمى بمجتمع التنمية الحكومية، قطاع البنوك، قطاع رجال الأعمال، فرص التمويل المستدامة، وخاصة بعد البرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي خطط به مصر قدما على أرض الواقع خطوات كبيرة. نعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار. طبعا احنا شهد المؤتمر لقاء ربيع في واشنطن، ومصر في هذه اللحظات وأنت تعلم ذلك تؤسس لصندوق استثماري ب 200 مليار جنيه. كيف يبدو تأسيس هذا الصندوق مهما في الاقتصاد المصري وفي ضخ استثمارات وجذب المزيد منها أيضا في الفترات القادمة؟ مهم جدا، احنا تأخرنا فيها ولكن احنا في احتياج ليه في الوقت الراهن. ليه؟ لأن لولا ان يعني للأسف الظروف اللي أحكمت مصر بعد 2011 وعدم وجود استثمارات، أعتقد لو كان هذا الصندوق موجود كان دفع شأنه الاستثمار داخل مصر. لو حضرتك بصيت على الساحة العالمية بتلاقي ان في العديد من المؤسسات الدولية او اللي هي صناديق الاستثمارات الحكومية او ما يسمى بالصناديق السيادية. احنا مصر عايزة تنشئ صندوق سيادي. صندوق يعني ايه؟ كيان مالي كبير يقدر يكون عنده جزء كبير من اموال او فوائد الدولة يوجهها للاستثمارات في جميع انحاء العالم سواء داخليا او خارجيا. أكبر صندوق في العالم اللي بيقدر رأس ماله بألف مليار دولار هو صندوق النرويج، صندوق الحكومة النرويجية، وده من أشهر الصناديق الاستثمارية في العالم. علشان كده ساعات حضرتك لما تلاحظ إن في عندنا اجتماعات مصر مع دولة النرويج، إن مصر بتبحث عن المستثمرين الكبار اللي في العالم اللي هم لن يتدخلوا سياسيا في الوضع الراهن في مصر ولكن يتدخلوا اقتصاديا واستثماريا. يعني بيجي يدوروا على فرص، بمنتهى البساطه كده بيدوروا على فرص استثمار في المنطقه، والدوله بتدفعهم الى دول مظبوط مهمه مهيئه للاستثمار بالظبط، وامنه ومستقره مجتمعيا وذات عوائد استثماريه كبيره، وتقدر النهارده يدوروا على مشروعات قابله للانتاجيه. الصناديق التانية كمان زي صندوق الصين، الصناديق الصينية، ولكن أقدم صندوق وهي الفكرة، عارف حضرتك الصندوق السيادي ده فكرة مين؟ دولة الكويت. سنة 1954 هي اللي أنشأت أول صندوق سيادي في العالم، وبعد كده هدفه كان زيادة الاستثمارات وحجز جزء كان من طبعا دولة ناشئة في هذه اللحظة طبعا الفوائد. هذا الصندوق خدمها يعني كتير. بشكل كبير يعني عشان لا نداعي تاني للذكريات وحرب الخليج وما شابه لذلك، ولكن النهاردة ان الصناديق اللي في العالم بتبحث عن فرصة استثمارية. في بعض من الصناديق بتتراجع يا استاذ حسان دلوقتي وبيع للأسف جزء من أصولها زي الصندوق القطري. وده من أشهر الصناديق.
خلي بالنا في بشر كده للصناديق العالمية دي كلها السيادية، وبالأخص اللي بتدرس أو بتشاهد يعني مشاورات العالم في كيفية إدارها للاستثمارات، الصندوق القطري بيتخرج جزء من استثماراته في العالم منذ عام مضى تقريبا حتى الوقت الراهن. الاقتصاد القطري طبعاً عامل تأثير كبير جدا وباين ما بين الصناديق السيادية. ففكرة أن مصر بتنشئ صندوق سيادي أو زراع استثماري يكون له من الموارد من العملة الأجنبية، أعتقد ده هيوفر علينا كتير. اولا ممكن ان هو يكون الزراع الاستثماري ليس في مصر فقط بل بالعالم الخارجي. اتنين، قضاء على البيروقراطية والمعوقات اللي حضرتك كل ما بتشوفها دي النهاردة في كيفية ان احنا مش عارفين تجيب استثمار او شركة تتعاقد مع مستثمر اجنبي او مشابه لذلك. تلاتة، هيوفر لك العملة الاجنبية لانه ممكن لما يستثمر في الخارج هيتم تحويل الارباح والايرادات بتاعته داخل مصر. اربعة، النهاردة ممكن يكون بقى ده مشروع تكاملي. يعني ايه؟ يعني يخش مع استثمار في شركة او في دولة اخرى لصناعة او لانشاء مصنع داخل مصر. ليه تكملة؟ مثال هدي لحضرتك، قناة السويس النهاردة بتحتاج لبعض من المكونات في التصنيع او الصيانة او ما شابه لذلك للسفر. دي ليس شركة صغيرة ولا دولة تقدر تقوم عليها لوحدها، ولكن عايزة منظومة وعدد من الشركات المالتي ناشونال تقدر تخش. فلو كان هذا الصندوق متجد هيقدر يفتح بيئة استثمارية داخل مصر وبيئة صناعية وبيئة تشغيلية، ممكن النهاردة يخش يستثمر مع دولة أخرى ليوفر السلع اللي تكون ليها مردود في مصر. زي ما بتشوف كده مبارح الحكومة بتناقش موضوع الأخشاب، عندنا تأثير ولا ما عندناش تأثير؟ اتأثرنا هنستورد ولا مش هنستورد؟ النهاردة لو الصندوق السيادي ده موجود هيذهب لمنبع أصل هذا المنتج ويقدر يستثمر فيه ويحوله لمصر. النهاردة عندك انت المال واللبنة الأولى أو رأس المال كمان، واللبنة الأولى ان انت النهاردة تكون قادر على استيعاب هذا الاستثمار. يعني بمنتهى البساطة احنا عندك التشريع تم إنجازه، هيئة الاستثمار النهاردة متقبلة، الدولة فلا التعددية الاستثمارية في العالم ما بنقفلش خلاص النهاردة. يعني ما بنقفلش ان احنا عندك استثمار امريكي فهذا كفى، ولكن عندنا استثمار امريكي روسي ياباني يعني التنوع. صيني بالضبط، التنوع ده في الاستثمار تقدر ترتكز عليه وانت مطمن، مفيش حد يقدر يخرج النهارده من الاستثمار ويسحبه من عندك ويهددك تهديد ان انا هسحب استثمار. هنا عندك دكتور مصطفى موضوع مهم وشائك وهو عندك اصول غير مستغله بكل تاكيد. وهي دي بقى النقطه الثانيه اللي حقته النهارده الدوله والحكومه تسعى ليه، ازاي المحافظات والوزارات والاجهزه المعنيه تظهر كده، تظهر طلع علينا على السطح الحاجات الغير مستغله، الاصول الغير مستغله اللي في امكانيتها استغلالها. وعشمان ان يكون هذا الصندوق او اي مثيل له يدير هذه الاصول الغير مستغله. انا هدي لحضرتك مثل بسيط قوي، اعتبر ان في مؤسسه عندها اموال وحطتها دون استغلال، هذا اهدار للمال العام. تخيل نادي عنده فلوس حطها في الخزنه ما استثمرهاش، ده اهدار للمال العام. لكن مش شغلش الفلوس، مش شغلش الحاجات. لو شغل الفلوس دي النهارده هيجي له عائد، هيقدر يصرف على المؤسسه بتاعته اضعاف ما كان ان هو يركن الفلوس دي دون استثمار. خلي بال حضرتك والعالم كله، استثمار ليس في استثمار المال ولكن الاستثمار في المال والفرص الاستثماريه اللي انت بتضيعها او الدوله بتهدرها او اي حد إن كان، وفي الوقت. هو العالم بيسبقنا ليه يا فندم؟ علشان عنده اهميه للوقت وليس المال، عنده أهمية للوقت، الوقت عنده بالنسبة له مهم، إزاي يواكب العالم الخارجي. طيب هنا نقطة قبل يعني أخيرة مهمة، عندنا الصندوق ده 200 مليار جنيه ده بداية، وعندنا طبعا الغاز، وطبعا أنت عارف في منطقة البحر المتوسط حتى الحروب نفسها يعني مزبوط، والحرب السورية دي معروفة يعني طبعا. إزاي يمكن أن يستغل هذا الصندوق المهم في الاستثمار في الغاز الطبيعي؟ شوف هقول لحضرتك نقطة دي مهمة جدا، أنا بحييك. لو الفوائد المالية اللي ممكن تاخد منها أو تستقطع منها شريحة وتوضع في هذا الصندوق، النهاردة هيكون عندك بمنتهى البساطة العدد والآلات والمعدين أو اللي هم العمالة للاستكشافات في البحر الأحمر، للتعاون مع الدول القريبة منا سواء الدول العربية أو حتى الدول الإفريقية في استغلال إمكانياتنا في ان احنا نوصل ليهم، ان احنا يكون احنا القادرين على الاستكشاف. صحيح. ليه؟ لان انت النهارده بتلجأ للدول الاجنبيه والغربيه لان هو يستكشف عندك وبيحصل على نسبه كبيره، يعني تكلفه جامده، وبيحصل على نسبه كبيره من هذا الاستكشاف نظرا للمجهود الكبير. ولكن اذا هيئت انت بقى النهارده يعني انا هدي حضرتك مثل سريع، اكبر طلب على العماله المصريه النهارده في الخارج في قطاع الانشاءات اللي تمت في حفر الانفاق، تخيل.
واللي هم استخدموا المعدات، والنهاردة اللي بيكونوا في قطاع الكهرباء بقى لهم سعر في العالم الخارجي أفضل من الأول. يعني مهندسينا الشباب اللي النهاردة حضرتك بتشوفه في أرض الموقع ده النهاردة بقى ليه تمن في العالم الخارجي أفضل، لأنه خد خبرة. بالضبط، الخبرة اللي هو اكتسبها في الأربع سنين دي تهيئ ليه خبرة 20 سنة كان بيعمل بيها زميل ليه فضل في الركنة اللي بيسموها البيقراطية والتعليم اللي هو للأسف مغلق على اللي احنا بنشوفه. عشان كده اذا كان لينا من الشكر وارجو من الله ان يستمر برنامج التعليمي اللي قام بيه الوزير طارق شوقي بالامس، والنهاردة تم التوقيع ليه على بعض البروتوكولات. اذا اطلقنا العنان لحرية الفكر في التعليم اعتقد صدقني هيكون عندنا انجاز استثماري كبير جدا، لان العالم الخارجي بره النهاردة ما بيطلبش المال، يعني هو مش عايزك تيجي تستثمر عنده، هو عايز المبدعين، عايز المفكرين، عايز الباحثين اللي عندك اللي بيخرجوا من الجامعات بتاعتك يعرف يستغلهم ازاي. دولة الامارات الشقيقة اعلنت السنة الماضية طلبة 1,000,000 مبرمج، 1,000,000 شخص. فانت هنا بقى بيدفعك ان تتجه الى الاستثمار الافكار في البشر. بالظبط، في البشر على مهام وفرص جديدة غير التقليدية. وده كان من هدف ايه؟ من هدف اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كيفية صحيح. الاستثمار في البشر وليست في المال. سعدنا بك يا دكتور مصطفى حقيقة، لأن اتكلمنا عن موضوع مهم جدا هو الاقتصاد المصري وكيف يبدو الآن في ظل التحديات، في ظل برامج إصلاح، وخاصة ونحن نتابع ما يدور من مناقشات في اجتماعات الربيع في واشنطن. صندوق النقد الدولي بعثة مصرية مهمة جدا تتحدث حول كيف يمكن تنمية المجتمعات العالمية ومنها المجتمع المصري الاقتصادي، وكيف أيضا الحديث حول قطاع البنوك وريادة الأعمال، دور القطاع الخاص أيضا في الاستثمارات ومزيد من جذبها. الوفد المصري في واشنطن يناقش أيضا آخر التطورات المالية والنقدية. المهم أيضا في هذا الموضوع أو دي المناقشات هو التحديات فيما يسمى الشفافية الدولية للاقتصاد المصري. نشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا لك. شكرا فندم خالص، نشكركم وإلى ملتقى.